السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، كيف ما كتشوفوا خروج أول كتكوت ديال الكنار. ما كنتش متوقع يخرج اليوم، حيتاش مازال الحال اليوم هادو، مازال عليهم الوقت باش يخرجوا. دابا كامل مازال، هذا كنظن ديجا كانت قرقالو شي دجاجة أو كنارة أو هذا، داكشي علاش خرج دابا. ما مازال الحال، انا حطيت هاد الشبكه على وديت هادو اللي يلاه بداو كيشقوا البيض. ما عرفتش واش كيبان لكم او لا، كتبانش مع البيضه. ها هي الشقه، شفتوها؟ هادو ديال الحجل يلاه بداو كيشقوا. هو يخرج هاد الكسكوت هذا، لقيتو خارج لتحت صحة جيدة. نتوما كيف ما كتشوفوا كيشد برجليه في الشبكة و تيبغيش يطلق. ها البيضة ديالو، الحمد لله على كل حال. البيض الآخر راه مازال على الحال، هادشي اللي كاين هاد الساعة. نتسناو هادو يخرجو كلهم تقريبا مشقين. شوفوا هادي، هاهي حتى هادي مشقة، يعني بالليل ان شاء الله راه غادي، تنظن بالليل غادي يبداو يخرجوا. البارح بداو الشقات الصغار، بداو غادي يمشي يكبروا، وبالليل كنظن غادي يكونوا خرجوا. بالنسبه للاخوان، التقبه ديال التهويه والله ما حليتها، هانتوما بقات مسدوده على طول المده. هذه اللي كنت حل فيها النص كانت كتدخل لهوا، والاوميديفيكاتور راه ما درتهاش، داير غير الطاسه ديال الماء. كنت داير درت وحده لتحت وهي طلع لي الرطوبه 83، حيدتها رجعت 70. هادشي اللي كاين، وان شاء الله ملي غادي ملي ديما ملي كنبغي نحل الفقاصه كنطفي الفرافر باش ما تخرجش لي هذيك الحراره كامل. ان شاء الله ملي غادي نكمل الفقاصه ندير لكم فيديو. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.